أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. ثم أما بعد، بداية أقول لكل مسلم على وجه الأرض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبداية أحيي المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بمقدم هذا الشهر الكريم ألا وهو شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والنفحات والقربات إلى الله رب العالمين. طبعا لا شك أن شهر رمضان له خصوصية من أعظم الخصوصيات التي ميزه الله تبارك وتعالى بها دون سائر الشهور. فشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه صراحة، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن الآن بفضل الله عز وجل نعيش في رحاب شهر رمضان، نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام وإلى صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ولا يخفى على أي مسلم أن شهر رمضان شهر فيه من المنح ومن المزايا ومن العطايا ما ليس لغيره من الشهور الأخرى. فشهر رمضان شهر فرضه الله تبارك وتعالى علينا بالقرآن وبالسنة. شهر رمضان شهر التقوى، شهر رمضان شهر الإحسان، شهر رمضان شهر الإنفاق، شهر رمضان هو شهر العتق من النار، شهر رمضان هو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، شهر رمضان شهر الصبر، شهر رمضان فيه الكثير والكثير. يعني الإنسان إذا استطاع أن هو يعني يتحدث في هذا الأمر فهذا أمر يطول ويطول، لكن أختصر الكلام اختصارا وأقول علينا أن نجتهد في هذا الشهر بطاعة الله تبارك وتعالى. فهذه منحة وهذه فرصة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن أمد من العمر ونحن نتنفس هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام. أخيرا أيها الأخ المسلم الكريم، دعوة إلى كل المسلمين في استراليا كلها وخاصة ساوث استراليا، وخاصة ونحن في هذا الشهر الكريم الذي يعني العمل فيه يكون عظيما عند الله تبارك وتعالى، خاصة الإنفاق في سبيل الله. فشهر رمضان هو شهر الإنفاق، فمن أعظم النفقات التي ينفقها العبد في هذا الشهر هو الإنفاق على بيوت الله تبارك وتعالى أو لبناء بيوت الله تبارك وتعالى. وعندنا الحمد لله مسجد أبو بكر الصديق اللي هو في وندانة. طبعا هذا المسجد بفضل الله عز وجل مشروع كامل متكامل يقام الآن، وهو في حاجة إلى تبرعاتكم وفي حاجة إلى نفقاتكم وفي حاجة إلى صدقاتكم. ومن أعظم الصدقات أن نتصدق في هذا الشهر صدقة جارية. حين يضع الإنسان هذا المال في هذا المسجد فهذه صدقة جارية، وهذا عمل مقبول وعمل عظيم عند الله تبارك وتعالى. وإليك يعني سيلا جرارا من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية من القرآن الكريم، مجرد بس بعض الآيات حتى يعني يتبين للإنسان مدى أهمية الإنفاق في سبيل الله، وأن المنفق ده لن يضيمه الله تبارك وتعالى أبدا. الله عز وجل يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النفق الإنسان بينفقها ديت ربنا سبحانه وتعالى يربيها للإنسان يوم القيامة، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة تمرة ينفقها العبد، صدقة، دولار، 50 سنت، أي شيء قليل جدا يؤتى به يوم القيامة، يرى الإنسان أثر هذا العمل عبارة عن جبال من الحسنات. والإنسان كل اللي عمله أنفق شيئا يسيرا، لأنك تتعامل مع الملك سبحانه وتعالى الذي يربي لك هذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تأتي آية أخرى برضو في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ويقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. الله أكبر.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله آية جميلة جدا تروح قلب المؤمن. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. يا خبر، أما ربنا يقول لك أجرك عندي، حيبقى الأجر بتاعك عامل إزاي؟ سبحان الله. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هو آت ولا يحزنون على ما فات. والله عز وجل يقول في آية أخرى في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبحانه وتعالى. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق لا يحتاج إلى أن يقسم. لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. يعني على سبيل اليقين، أنت لو معك $1,000، تملك $1,000 مثلا، أنفقت منهم أو أخرجت منهم $500، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك $500 اللي انت طلعتهم دولت لم ينقصوا من الألف. على هذا على سبيل اليقين، ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. لكن في النهاية يعني أنا مش هطيل، لا أطيل النفس كثيرا في هذا الأمر، فلكن هي دعوة لكل مسلم موجود هنا إن شاء الله في ساوث أستراليا، خاصة بأن احنا إن شاء الله نتقدم للتبرع لهذا العمل وهذا المشروع العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتمه على خير بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا يعني أقدم التحية والشكر والامتنان والإحسان والعرفان للإخوة القائمين على هذا المشعور على هذا المشروع. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وسلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته.